الف مبروك علينا عوده مهرجان القاهره. اكيد احنا قعدنا مع بعض سنتين نعيط ونقول لازم يرجع. والحقيقه العالم العربي ويمكن العالم السينما في العالم كله كان يهمهم ان مهرجان القاهره يرجع لمكانه تاني. فبنقول مبروك لينا عوده المهرجان. انا عاجبني قوي قوي السنه دي السلكشن اللي موجود في كل اللجان التحكيم وحتى بره المسابقه. الاختيار ده مهم جدا. عاجبني المواعيد المظبوطه، الكواليتي، العرض، الاقبال الفظيع اللي موجود. انا سعيده جدا ان الشباب بيخرجوا رغم كل الظروف دي والزحمه وي وي وي، لكن في اقبال على الافلام. فانا في حد ذاتي بشوف ان اهم شرقانه للسينما. ايوه يعني انا حسيت حاجه ان انا بحتفل، انا عمري ما بحتفل بعيد ميلادي، فاحلى حاجه ان كل اللي انا بحبهم وكل السينما وكل الجمهور معانا النهارده. فيعني انا مفيش احلى من كده عيد ميلاد بجد. يعني في بوسي، يعني قرفتك حلوه زي ما بيقولوا الناس. فاجئتيني بالتورته، يعني انا داخله قالوا لي تعالي خش في الصالون ده، وانا مش عارفه انا داخله ليه، وبصيت لقيت التورته ولقيت الكاميرا. فطبعا يوم جميل، وانا مبسوطه ان في وسط كل الناس اللي انا بحبها وفي وسط كل الناس اللي يعني فوسي اختي.